الإجابة بين هذا الساعة من الإجابة من الإجابة شفنا أننا نقوم بفعل إجابة وبعد السادات وجيها التوميسات من جيدة أخرى كان عليك أمارين هذه التوميسات ونتمنى من المدير أنه يكون حل ماشي نهائي ولكن شيء نهائي يكون مزيدًا من قص مرفع ونطقو الشكاية ديال التوميسات الوالدة ناقش شريكة لابد تشوف المردودية الاستثمارية وكاين المردوديه الاجتماعيه بطبيعه الحال اللي هي تلبيه الطلبات ديال الاخوان الاعضاء في السكنه ديال المواطنين اللي كتسددوا لهم وديرهم نتوما. انا المدينه انا بصراحه ما بغيتش نوضحها اليوم المدينه كل مره كنتقوا في مشكل ديال التوسات كنبقى انا الا نجمعوا البلاد ونجمعوا الكراج ديالنا نمشيو نسوقوا التوسات نجيو ساعتين مع تاسوقوا مع تاسوقوا واحد الجو ديما تاع هذا هو اللي سمعت في هذا انه شرع بزاف عليه يعني بالنسبه للبروسيس ماشي حاجه باش يلزم ولكن كنلتمس من كل الناس بروسيس انه يتاخذوا افكارنا بجديه ديال الجامعات كل الجماعه في الحدود ديالو حتى العائله ديالها شي السعاده والهمه ديالهم وحتى الشارع اللي خرجوا من يركبوا والهمه اللي بدحوا يعني تونس يعني اذا عندنا 40000 نسمه في الجماعه عندنا تما واحد 10000 نسمه تما كاينه في الدوله هذا بالعكس ربما هذا هو الخطا اللي هو انا واخذين كنشوف داك الخطا غير تدخل شويه تدخل كاين لما تدخل شويه تما تدخل شويه كيتطور الحشا دار شي دوار الحشا راه كاين ثاني دوار اكبر دوار في الجامعه من بعد الوعي راه هو غايب لا مشكله حنا كنزكيوه وكنقولوا الاوتوريتي السلطه المفوضه للمحافظه هي اللي كتعطي وتصرف الدرعنا هذه هما بالنسبه للاخوان التلاميذ فعلا كاين مشكل ديال الرتب كاين لا في الجامعه ديال المنطقه ولا في جميع الجامعات وهذا مرتبط بطبيعه الحال بالعدد الاسطول اللي كيشتغل داخل المدينه داخل المنطقه وما نعرفش هذه النقطه ديال هذا المحور هذا الرتب راه داك الشيء هو السلطه المحليه والتسليم رئيس المنطقه على عدتها داك الشيء ديال لي بري دو بلاص اللي كيتكرسوا في هذا العكس هذا الرتب راه ما كاين حتى شي مسار. كاين مشكل ديال السكن، لا حنا كنروح على السكينه كاين طاكسيات وكاين خطاط المهم كيحلوا المشكل ولكن يتسالى 800 500 كيحلوا. غير 8 و 6 على الاقل يحلوا لنا غير مشكل 8 و 12 وشكرا هذا مثلا الاغلبيه كل شيء ديال خمسين خطا شي كاين كاين شي اطلس هو الاطلس ديال الوطنيين هو الاطلس عن الشقق عند هذه السعاده هي ان الاطلس هو اللي كيجمعنا وكاين مهمرين وكاين مهمر على بالنسبه للزمن الدراسي هو موزع بالنسبه للتعليم غير على ساعات اليوم هو موزع على طول على ساعات مثلا كاين واحد المجموعه ديال التعليم اللي هي الليله اللي ما تخرجش مثلا في 6 ولا في 10 تيبقاو كيتفرجوا حتى كيخرجوا الزملاء ديالهم مع مجموعه ديال الابليكيشن ولا واحد المجموعه اللي كتاخذ الحافله ما كتعرفش تسير مع الحافله ورجع معاها وهذا تيساهم في هذا الاعتبار دونك الا كانت واحد العمليه ديال التخسيس للاداء على ان التلميذ يخرج في الساعه ديالو
تعطي الحافله للمغربيين جميعا، فتنظن ان غادي ينقص واحد الشويه من الانتباه. شكرا. شكرا سي بارك. ما مربيش اصلا وماشي يلعب من الطاقه وجات معنا انا في حسين قلت لك الناس بغادي كاع ماشي من الدرجه ثم قال ساك عارف تقول التفاصيل هي ما زال زي ثم عارف يسكروا ولا ما يمكن اذا باش ما تعطيناش انتم فكره ولي دابا ضد الفكره ديال السيد وشان تاعنا ولدنا فيها فانا كنقول انه شي بتفادى 99 مليون هذا الكاز يمكن كنت في خطا مره اخرى يقول لك شي كاز كنت اقطع تاع السيد هذا الاخطاء ديال المرشد شكرا جزيلا وحنا حنا عندنا اشاره وحنا براسنا جات شي حاجه ولو ان ماشي ديالنا حنا في مكاننا كنعترضوا عليها لانه راه ماشي في تقدير ايجابي انك تسمعنا في دورات ابريل ديال 2012 دابا حنا في دورات اكتوبر 2013 وانت قلت لنا دورات ابريل 15 يوم حنا 15 يوم الى في دورات 15 يوم شهور راه جات الخسار هي ديجا ماشي مشكل هذا الشهر هذا 16 شهر اذا حنا مستعدين تكون معك شهر تعطينا دازنا شاب في الحضاريه وحتى هذه الدراسات هذه كان نورمالمون كنبداو حنايا الدراسات اللي عندنا مبرمج اللي غادي نتحاسبوا عليها امام المجلس الاداري وصراحه عندنا هنا دائما نتمنوا اننا السوسيا ديال الدوريات انه مازال في بوسكو يجلس هذا الدار الدار هنا وغادي نروح تحت الدار فين غادي يسكن الله يرفع على بوش اللي حنا بغينا نمشيو لهاد الدائره ديال العشوائي راه خصك تعطي واحد البلاصه اللي يسكن العلاقه الطيبه ما بين الجامعه والوكاله الحضريه كنتحملوا على العاتق ديالنا دراسات اللي كتطلب منها الجامعه واخا ما كتكونش مبرمجه فيما يخص هذه النقطه اللي هي مبرمجه جدول الاعمال ديال الدوره ديال الكتب الجامعه القرويه ديال الطيب غادي توصلكم واحد المراسله السيد الرئيس ان راه تبرمج يوم الخميس من اجل الدراسه ديال هذه النقطه هذه الجامعة ولا العملاء غادي يعطيو الرأي ديالهم الوكالة راه وجدت معلومات اللي كتعلق بأن الوكالة كما ذكرت قبيلة بأن الوكالة راه دارت هذه الدراسة اللي عدت لك لديها الضوابط هذا دابا الجامعة كتطلب توسيع هذا الاجتماع اللي غيكون نهار الخميس إن شاء الله بحول الله غادي نخرجوا بواحد الفكرة وفين المنصة الخاصة توسع وقيلة الجامعة غادي يكون حاضرين على نفس السيد الرئيس باش يعطينا التوسيع اللي خاصو يكون كاين ثلاثة ديال الكتب ديال الدكتور ولكن الظروف من المنطقة كاملة من الجريفات والساريج وعين الخضر كل تعطسو ما عطيتش مهران الصحراوي راه كاين الدراسة ليس عنده الراجل راه في الواقع ديال ابن شابة ولا ابن كاين اللي عنده ستة ديال سبعة راه خصو تسد بلاغات راه خصو علينا 2000 متر باش يخاوي باش يكون واحد يعطيه دار يمكن تبقى تقول هذا الشيء اذا بطبيعة الحال انا علاقة رسمية مع رجل سيدنا ربما تبغونا ذاك غادي نجيو في بلاصه ديالنا هذاك المشهد تاع الدور باش نهضروا على التقنيين ديالنا مشكورين ديال الجماعه وعطاو شهر 8 داخل الاجابات وراني كنسمع المدير الجديد حاليا وراه عطى الثقه ديال الفلسفيات باش يدير دابا انت اش من جديد واش التوسيع ربما عندنا طلبه اخرين كنتو مع السيد المدير السيد السيبوري تاع انه جا الدور انه تعطى لهم التوسيع وغادي تكون مناقشه وغادي تكون باش نسقطوا هذا بعد غادي نحيوا حنايا ديك تم التحيين ديال هذا المراجعه ديال هذا التوسيع ديال هذا الموارد وغنسقطوا بطبيعه الحال المصالح التقنيه بالعماله والمصالح الجامعه باش من اجل الموافقه والمصادقه. جبت مجال على قبيله هذا الشيء. يرفع انه كيتم
تكلفة هذا المشروع 10 مليون ديال الدرهم و 125 ألف درهم،